تعالي يا مريم. لا لا انا خايف. ضحي انا ايه يا جماعه ضحي. ايه يا جماعه قال لكم الصغيره الاموره ما انا واقفه اهو. ارجعي لاحبسك يلا. تحبسني ايه؟ نطي من البوكس. ايوه مدغوره في ده يقعدوا في اي حته يعني. مين دول؟ روح فين؟ اسكت انت انا بتكلم لمصلحتك. انت ايه جاي تطلع يا راجل انت يا باشمهندس؟ عاوزنا نمشي. يلا يلا ماشي يا عم. انت جاي تطلع عفريت ولا تقرا فاتحه يا باشمهندس؟ عشان ابقى فاهم بس. لا بس يا جماعه عشان جاي. ايوه ايوه. بتخافي؟ اه بخاف. بسم الله ما شاء الله. ايه ايه امسك. انا خايف ايه يا باشمهندس؟ ايه ايه بتخافي؟ بسم الله ايه بتعمله؟ خاف على البنت حصنها. وكيل بعد اذنك يا وكيل. عد يومك يا باشمهندس. بص قدام. بص قدام. ايوه بسم الله. احضر عليها واوعى تاذيها دي في حمايتي. بلاش انت. ليه؟ مش مستريح لك. مش مستريح. استنى بص يا ماما قدام. ايوه ايه ده؟ انت بتقلب ايه؟ ايه؟ هعيدها تاني كده. يا ست ما تنطقيش. بتعوص ايدك. وايدك في سم. شايفة حاجة؟ لا مش شايفة حاجة. الأسياد عمتها. يا عيني. عمت ايه؟ عمت ايه يا ابن الكذاب انت؟ انت اللي خدت. مش انت اللي مغبي عينيها بايدك؟ يلا يا موهوم. ما مرت على حس ايدك. يلا يا موهوم. موهوم. بص يا بنت قدامك. كذاب قوي. هاتي ايدك. تشتمي راجل قد ابوكي. اه. بس خليه. شد ايدك. اهو. مالك؟ مش قادرة. سماعي عيلتك. مالك؟ مش قادرة. الأسياد شلتها. دي صغننة. دي صغننة ايه؟ زعلان علينا. انت عندك كم وجه؟ النين. كفاية واحدة. النبي يا حاج ده شغلي انا فاهم فيه اكتر منك. تعالي. ايوة احضر عليها من اهل البيت. الاسم باريم. لا مريم. انا عارف انت ببلدهم باريم. سافرتي هناك انت؟ ليه مسكومين كلهم؟ يتنيلوا. بصوا قدام. ايوة سن فوق العشرين. الطول تحت الارض. بلاش انت. انا مش باين من الارض. خليها على الله. التعبان بيرزق في الشجرة. ايوة. لا. يلا بقى ما تقرفناش. دور عليها هتلاقيها. هي قليلة سفيفة لا ترى بالعين المجردة. ليه نجح؟ ابعد. احسن احسن. لا ترى بالعين المجردة. يراها اي كفيف. ايه؟ بتسقفوا عليه؟ بتسقفوا معاه؟ لا. يا باشمهندس. ايوه الصوت جاي من فوق يا حاج. فين؟ يا اخ. تقريبا بتوع الصيانه. مبروك. صيانه ايه؟ يا كاب. ايه يا ايه ده؟ ايه؟ وانت؟ الدهية. اشتغل. احضر عليه واوعى تاذيه. انا في حمايته. ايوه من اهل البيت. من اعمده الفيلا. تربى وترعرع في غابات السافانا. يتغذى على الطائرات المخطوفه. انت بتتكلم بجد؟ ايه اللي حصل؟ ارجع ورا. ايه؟ ارجع ورا بسرعه. هم عايزين ياخدوني تاني؟ لا مش انت كده يا بوزك. ايوه قول لهم الشكر والذبيحه عندي. بيعت ايه؟ مش انتي جدهية. وعي شوية. خد رزقك. مش انتي. احدفها سكرو. انا مالي. ايوة. هاتوا الحلة. هاتوا الحلة. كلكم. روحي. وانا كمان. يلا. حاضر. بكرة الساعة 6. ايه ايه ايه. تعالي. ايه في ايه. في ايه. في ايه. ايه ده. الراجل ده. الراجل ده. ايه ده. ايه ده يا حبي ده. الرطيس احنا. ايه ايه اللي حصل؟ ولا حاجة. روح هات الحل. ما احنا جبناها. ما الحل اهي. روح ودوها ودوها. ترنا بيه. حكم الاسياد. روح ودوها. اسياد مين؟ روح. روح يا عم الدفع. روح عداك. انت الاسياد. روح. ما تروحيش تجيب الحل. ليه تيجي معانا؟ خدها. يلا. يبقى هاتيها بكرة الساعة 6. ده الراجل ده عينه زيغة. هاتوا الحلة. بيحترمنا عيب. ده شوية فانتازية اللي كان فيه حاجات فانتزية. أخفت عليكم تشوفوها. لا ما تخافش عليا يا عيب. احترمني عشان أنا غبي. حاضر. مش كيس مشوق واقف جنبك أنا. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. إيه ده؟ إيه؟ عفرته هنا؟ آه. استوى؟ هو عنب. ابعدي. عفرته معانا يا حاج. هنا؟ أيوه. متأكد؟ أيوه.
يا ابو جنيه وربع يا معفن. مش عايزين نبدا بالشر. ايوه بسم الله. يلا يا ابني زي زمان، لا تاذينا ولا ناذيك. الله 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 الله. انت فين انت؟ ايوه ايوه لا تاذينا ولا ناذيك. الله الله. عودوني عودوني. ده فين وانا بحضر عمرو دياب؟ اوف. ايوه ايوه. يلا يا عفروتو يا حاج. نعم. عفروتو هيدخل في جسمي انا. طيب هنعمل له دقه زار هطرده من جسمي. طب ما تخليه في جسمك. هو انا مش بني ادم ليه؟ حرام عليك. بسم الله. بسم الله. يلا يا عفروتو يلا ادخل في جسمي. ادخل من الركب. ركب؟ ايوه على اساس انها اقرب حاجه مش. يلا كلنا ركبنا مع بعض يا اهل الخير. ايوه يلا نق يا بابا ركب كتير قدامك. اتنين حريمي وتلاته رجالي وتنين. فعلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه فرفر بقى تنازل جوه. يا ناس ابوس ايديك. ايه بتعمل ايه؟ بيعجبني قوي. بصي ارجعي بقى جدايه في خدك. يلا يا ابني جاهزين؟ جاهزين؟ ايوه بسم الله الله اكبر. عفريت مجنون وههد الكون ولا 100 مليون يتحدوني. لا تقول جاكي شان وحفيد باتمان امريكا يابان ايه يا عيوني. أخيرا البيت بقى رايق بعد الأستاذ بقسمات ما صرف في العفريت. أقعد بقى أشرب سيجارة بمزاج. الله ده حشيش معتبر. الواد شيشة قال لي ماركة كرسي في الكلوب. يعني تاخدي نفس وتبقى ضلمة أحسن. فينك يا وكيل؟ أيوة يا هندي واحدة معايا مكالمة. يا أبو العفريت. أيوة يا ابن الباشا. هات هند واحمد وتعالوا زورونا. خلاص العفريت غار في 60 دقيقة. ما تنساش يا عماد. هات هند واحمد ماشي؟ ايوه وبلغ كل العيلة. مع السلامة. البيت بقى جميل وهادي. شفتي فاق وراق ازاي؟ ايوه غار اللي ما يتسمى. الحمد لله. عارفة يا بنت يا هند؟ الراجل اسمه بقسومات ده؟ انا ما كنتش واثق فيه في الأول. بس طلع ولد قدر يصرف العفريت. الحمد لله الحمد لله. الاحسن انت كان دمك تقيل قوي. ايوه ما هو اللي كان متقل دمي. بصراحه بصراحه كنت بارد. هو السبب. ان جيت للحق كنت سخيف. في ايه بك؟ بس الحمد لله الحمد لله بقيت كوبه. كوبه؟ كوبه ايه؟ كوبه كوبه كيلو بانجو. بانجو بانجو. بتحششي. ايوه بحشش. محشش لأمي ولا يعتب عليا. روق روق محدش واخد منها حاجة. انت فايقة ورايقة قوي والله. العفيت ده كان كاتب الضحكة في قلبي. طب اضحكك؟ يا ريت. شفت المسطول اللي جاي ينزل من عربيته فتح الباب لقى المطرة بتمطر نزل من الباب التاني. طب شفت الكمساري المسطول؟ ماله؟
الست بتقول له الاتوبيس يا اخويا رايح الجامعه. لا لا، قالت له ليه؟ لا ما جابش مجموع كبير. حلو يا وكيل حلو. اتنين مساطيل قاعدين مع بعض، واحد بيقول للتاني هو محرم فؤاد يبقى اخو بور فؤاد؟ قال له بور فؤاد دي بلد. قال له محرم فؤاد؟ قال له دي بلد تانيه خالص. والله ضحكتيني يا هند. ايه ده؟ فين السيجار؟ يا فين السيجار؟ هات السيجار. يا لهوي يا لهوي، ايه ده ايه ده؟ نهار اسود. مره واحد مسطول مراته ماتت مشي في الجنازه بتاعتها يضحك، صاحبه قال له بتضحك في جنازه مراتك؟ قال له بقالي 30 سنه متجوزها، اول مره اعرف هي رايحه فين. لو ليه سجاره ايه؟ حلوه الدكتور اللي فاتت انت هتولعينا في ليلتك. بل فين السيجاره؟ انا عارف فين سيجارتك. جت في بقك ازاي دي؟ ممكن افهم هو مين مصول فيكوا، انت ولا السيجاره؟ صعبه خدتها مني من غير ما وانا بشرب. ايه السيجاره دي؟ سيجاره بالريموت كنترول ولا ايه حكايتها؟ وراكي وراكي الاخر نفس. يا كان عفريت معفن. أو أنت. إيه ده؟ أنا بإني استطلت على الريحة. يا معفن. أو أنت. يا كيكا. أنت إيه اللي رجعك تاني؟ أنا جاي أطمن عليك. هو اسمه إيه ده؟ بقسومات مش يا راجل. بقسومات مين ده؟ أنا جيت مكانه عشان ما نصبش عليك عيب. والله أنا كنت حاسس بيه. حصل خير. أنا حسيت بيه. الحمد لله. طب امشي امشي. أنا مش فاهم. انصرف، أنا مش محتاج. طب اعمل لي أي حاجة، مش عارف أمشي. تعالى. إيه؟ أنت البني آدم، أنا العفريت. شبيك لبيك، عبدك ما بين إيديك. عايز فلوس. عيني. فين الفلوس؟ في الكابتن تياتر. فلوس مين يا وكيل؟ في الكابتن تياتر. يا عم انت اللي لازم تصرفني، مش انت اللي طلعتني من الكاميرا. يخرب بيت الكاميرا على بيت. اليوم اللي طلعتني كان يوم نحس. انت بتكرهني ليه؟ واحبك ليه؟ العز ولانا اللي عايشتني فيهم. لا يا عبيط، عشان لسه جوايا طاقات اعملها لك. طاقات يا معفن. اهو انت يا ابو جنيه وربع يا معفن. انت اللي فقري. ما كسفتش ياد وانت جايب لي جنيه وربع وجاي. وكسف ليه؟ انت فقري. كان قدامي 5 جنيه مقفوله، خد عفريت لواحد. اسكت. كتكنينه في خيبتك. يعني عفريت نازل لي مخصوص واخد تأشيرة ومغير عملة وجاي يجيب لي 5 جنيه يا معفن. ما تغزنيش من ضربك. ما انا عرفت ان صحتك على قد. هتعمل ايه؟ تخش مقالب؟ دافع عن نفسك. ايه ده ايه ده؟ وريني. هأذيك. انت مش عفريت؟ عرفت بقى ان انا ممكن اذيك في اي لحظة؟ تعالى بابا. بص يا وكيل، طالما انكتب عليا اعيش معاكوا هنا يا ابني. نعم يا اخويا. يا ابني هعيش معاك وغصب عنك انت واولاد عمك. ليه؟ 3 طلبات. ايه هم؟ الاكل والنومه والمصروف. ليه؟ هصرف عليك كمان؟ اه، وهتكمل لي تعليمي وهتكسيني. بالعربي هنعيش جنب بعض حياه كريمه. هو مين طلع لمين يا؟ اوعى تعدي حدودك ترجع تندم. ها؟ موافق بس بشرط. اشرط. تظهر لولاد عمي. بصفتي ايه؟ هقول لهم ان انا جبت لك واد غلبان يشتغل عندنا في البيت. انا هظهر بصفتي جاركو جعفر. ما عندناش جيران. مش شغلك. من اللحظه دي ليكوا جار اسمه جعفر، وانا هتعرف عليهم واحد واحده بطريقتي. خلاص؟ موافق. بس بقى مدام ناوي تبقى جارنا وهتعيش جنبنا، تعيش في هدوء وسلام ان شاء الله، من غير غدر ولا خيانه ولا شر. اوعدك. كلمه شرف. شرف. ميثاق. ميثاق. معاهده. معاهده سلام. ايدك يا جعفر. ايدك يا وكيل.
يا جعفر جعفر انت فين يا جعفر يا جعفر مريم تعال 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 ايه وراك. فينك في حد من قرايبك هنا لا مفيش حد يلا اتحرقوا عامله ايه الحمد لله انت وحشاني مش عايزه اجيلك كل يوم تزهقي بصراحه معقول ازهق منك انت ده انت فرس احلامي اللي بدور عليه من زمان انت بتتكلمي بجد اه طبعا طب تعال ايه تعالي بس غمضي اهو هوب ايه ده كل دي فلوس ومن هنا ورايح كل اللي هتحلمي بيها هيتحقق في ثانيه بجد اه والله انا مش عارفه اقول لك ايه ولا حاجه انا لازم اقول لاولاد عمي لا بصي بقى شرطي الوحيد ولاد عمك ما يعرفوش اي حاجه من اللي بينا اتفقنا ليه سيبينا نتصرف يحقدوا عليكي صح بقول لك ايه ايه يلا قبل ما حد يجي شويه حب بقى نحب شويه يا ريت يا بوتي بوتي صغنونه يا لو قلبي ايه ده انت بتحبي كريم ابن اختك يا بنت بوتي مين ايه بيبي مان بيبي ايه وزفت ايه لازم تعلمي الحب من اول وجديد ما انا مش عارفه اعمل ايه قولي لجعفر هو يعلمك الاسعاف دي يا خبر ده قاسم باشا متعور يا لهو عليا وعلى اللي جرالي ايه مالك يا باشا حد يحاسب الاسعاف هحاسب انا الاسعاف تعالى يا اخويا سندني تعالى يا باشا تعالى. اشوف فيها يوم هي وعيلتها يا رب مراتك تاني اكلت الاسفلت هنعمل ايه الله يخرب بيتها كل الستات كده اه يا ايدي يا نار معلش استحمل اه يا رجلي يا نار اه يا جسمي يا منمل اه يا شعري يا مأمل لا دي الحالة خطر اندهل الوكيل يا اخويا حندهولك هات الوكيل والنعمة حندهولك اندهل الوكيل والله حندهو بس سيبني تعال يا نهار اسود تعال يا وكيل باشا الف سلامة على مهلك على مهلك وكيل باشا حسبت الاسعاف اه حسبت الاسعاف تعال الحق ايه تعال الحق تعال خلاص بقى هم خدوا اللي فيه نصيبه ومش معلش يا وكيل اسم باشا ايه اللي عمل فيك كده تعال في ايه الدكتور بتاع الاسعاف بيقول لحضرتك لو ال24 ساعه الجايين عدوا على خير هيبقى في خطر على حياته ايه قال ايه الواد ده تعالى تعالى يا وكيل في ايه تعالى سندني عيله مراتي ضربوني على الاسود ابعد عني يا خضتني ما بيضربوك على طول ايه الجديد يعني المره دي غير كل مره الضرب ما خلينيش في وعي جابوا لي عقد وقالوا لي امضي انك بعت المصنع وانك قبضت ثمنه بالكامل وخدوا العقد سجلوه في الشهر العقاري ومنزلين المصنع في المزاد يعني المصنع راح راح يا وكيل وانا ضعت مصنعي ده يعني اكل عيشي يعني مصدر رزق الوحيد يعني ظهري وقيمتي وسندي في وسطيكوا خدوا مني كل ده وانا عمري ما اذيت حد عملوا فيا كده ليه يا وكيل عشان انت طيب يا اسف وده جزات الطيب ايوه يعني لازم انهش في الناس عشان اضمن ان محدش يأذيني لازم يبقى لي انياب وضوافر عشان اقدر اعيش ليه يا وكيل ليه الناس ما تبقاش مسالمه زي عموما يا قاسم انت اللي جبت كل ده لنفسك من الاول وانت كنت فين نعم الاسم ولاد عمي يعني ايه دمي ولحمي وقرايبي قاعدين بتتفرجوا عليا عشان لمعت تقول لي انت اللي جبته لنفسك لا يا قاسم لا اوعى تتهمني انا الاتهام ده انا ما وقفت جنبكم وفي ظهركم يا ما اتخانقت واتضربت بسببكم يا ما استلفت ومديت ايدي اللي يسوى اللي ما يسواش عشانكم فاكر يا قاسم ولا تحب افكرك تعبان يا وكيل تعبان قوي هبوس ايدك ما تبعدش عني انا محتاج لك اكتر من الاول انت ابن عمي الكبير دبرني كل واحد فيكم بيتصرف من دماغه ولما يقع يقول لي انت الكبير دبرني احنا ملناش غيرك خلاص طلق مراتك ده الاول يعني ما ينفعش ليه ما ينفعش علشان خاطر عيالي ذنبهم ايه شحطتهم دول بنتين يا وكيل بسم الله ما شاء الله ابتدوا يكبروا دلوقتي هما سنهم قد ايه؟ الصغرى 12 والعظمى 14 انت مخلف درجات حراره كاتك نيل على ميزان الميه اللي انت متجوزها دي ده دول اللي خلفتهم في القاهره اما في جنوب الوادي من المتوقع ان من المتوقع تخلف لك ايه؟ زوابع؟ امطار؟ خلي عندك كرامه وطلق والعيال هيتربوا وطلق
مين هيربيهم؟ طالق! ست السيدة بنت بركات! انت طالق! 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 هي هنا؟ طب اطلق مين يا انا؟ بتطلقني انا؟ هطلقها. امتى؟ الحلم مش مستحيل، لكن تحقيقه مباح. جاتك نيلة في خيبتك. خبش عليا. يا اطلق. هطلقها. هطلقها. امتى؟ اجيال وراء اجيال. اجيال ايه؟ على خدوا منه المصنع وماشي يقول اجيال. اجيال ايه؟ عايز المصنع. يا ريت يا عفروت باسمك. لا لا يرجع باسم. سيبنا كبرك بقى. معلش يرجع باسم ياسر. حاضر ابن عمي. حاضر هو صاحب المصنع، ويا ريت يرجع مسجل باسمه في شهر العقار. عيوني ليك والله. خدمه ما هنساها لك. عايز حاجه تانية؟ لا ونظرا لظروفك الصحيه صدق يا عفروتو في دماغي خطه لو نفذتها هتلاقي المصنع جاي. بس انت بتعصبني ليه؟ خطه ايه وزفت ايه؟ ده انا جايب لك المصنع كله فوق السطوح. ده انا عفروتو انت مش عارفني. ما المصيبه ان انا عارفك. ليه في ايه؟ في ايه؟ ها؟ ايه؟ اي تركة جكجوكة رمسيس عتبة غامرة وحياة غلاوتك ثلاث دقايق والمصنع يبقى عندك. والله تبقى خدمة العمر. يلا تم جميلك وهات 4 جنيه. يا عم روح بقى. 4 جنيه ايه؟ يا لاختك العفريت اللي نازل يقلبني كل شوية ده. خلاص انت مش عارف اشتغل يا وكيل. ايه الدوشة دي؟ خالد ابن عم استاذ جعفر جارنا الجديد. انا هتعرف بيه. انا طيب. مساء الخير يا حبيبي. زي ساعتك هاسم. انا صديق الوكيل وبالصدفة عرفت عنكم اخبار يعني، بس اخبارك انت مضايقاني قوي. الحمد لله. انا عارف انا ظروفي وحشة. ليه ضيعت نفسك؟ اللي عنده مصنع واللي عندها ملايين. يا استاذ جعفر انا فلوسي كلها راحت على تجاربي العلمية. وجاهل زي ما انت. وزي ما انا بقرا واقفه قدامك. طب ايه رايك نشتغل مع بعض والنص بالنص؟ اتمنى بس انا مش لاقي اكل. انا معاك ما تقلقش. محبه محبه. نعمل ايه؟ المصنع بتاع قاسم في مزاد. ايه رايك لو يرسي عليك؟ بأمارة ايه؟ معيش فلوس. يا جدع انا معاك ما تقلقش والنص بالنص. محبه طبعا. فين اسباني على الزمالك؟ فين 12 شارع حسين العاشر؟ بسرعه. تاكس. قاسم ده كان واقف معايا دلوقتي. قاسم لما مؤاخذه يا ستي ما اعرفش انك عريانه. ايه الليله دي؟ ستك تعالى هنا. انت بتنده عليا ليه؟ ايه ده؟ مالك بقيت شبه امي كده؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ يا عم انت بتنده عليا ليه؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ بص انا مش هخبي عليك، انت ابن عم كبير. انا كنت بلعب بينج. بينج وانت عيان؟ ما هم قالوا ان البنج بيخفف الالم، قلت العب ماتشين. يا لهوي. قالوا لك البنج ده؟ ايوه بيخفف يا قاسم. قالوا لك البنج ده؟ ايوه والله قالوا لي. يا نهار اسود. اللي قالك كمان الشهر اللي جاي لازم ادخل دوره انتي بايوتيك. اه طيب تعال يا قاسم. لا طبعا. بص اذا انت مصر بقى يا حبيبي تخش الدوره دي لازم ركز على اللبوس. على قد ما تقدر خد لبوس مفيد. ده هيخليك فريره في الملعب. فريره ايه ده؟ ده انت هتجري جري. اه والله انت جربته. اي ممكن بقى اتكلم معاك كلمتين مهمين؟ اتفضل. المصنع بتاعك يا اسم ما هو راح. لا ما راحش، هيرجع مسجل باسمك في الشهر العقاري دلوقتي اهو. تلعب بعواطفك؟ لا والله يا اسم. امال هيرجع ازاي؟ جعفر هيجيبه. جعفر مين؟ جارنا الجديد يا سيدي. تجيب جعفر، تجيب الخطيب، تجيب اي حد، بس المصنع هيرجع. هيرجع يا قاسم هيرجع. ساعتها بقى انا اللي هروح اقابل حماك. ايوه اقول له انت راجل جبان ما عندكش ضمير. ايوه خد. اتعديت ظهري. كل بيانات المصنع في الملف موجوده هنا يعني. افتح المزاد. مش لما الناس تيجي يا عم. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا المساء. يا باشمهندس. ايوه بيه. ممكن بعد اذن حضرتك دقيقتين بس، عندي واحد صاحبي جاي بفلوس. ماشي يا بيه. دقيقتين لو سمحت. يا مسهل يا رب. يا مسهل يا رب. عندك ترى انت فين يا جعفر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. فين يا جعفر افندي؟ بدو. ايه بدو؟ شنط مليانه فلوس اهي. وانت معكش فلوس؟ انا مش لاقيك وانت طردتني وهتسيبني يا جعفر افندي ولا ايه؟ 1500 طوب قماش في المخازن. نبدا بكام؟ 100,000 جنيه. 100,000 جنيه. طب كملي بنطلونك الاول بلا 100,000 جنيه. ومتحمسه قوي. ممكن دي اظبط حاجه انا وشريكي بعد اذنك؟ اتفضل يا بيه. لازم نسيطر على المزاد. هنسيطر عليه ازاي؟ ما تقلقش. 1500 طوب قماش من المخازن. زعفران